اول خطره اللي كتعقل نتايا رمضان فاش من عام زعما شحال كان هذاك من عام حياتي نقول لك عندي كانت عندي شي 14 عام ما تعقلش قبل 14 عام نعقل ولكن قبل ما كنت نصوم كانت عندك 14 عام عاد بديت تصوم كنا ديك الساعه بديت نيشان نصوم يعني قلت 13 بعد هكاك راه صحه تولي 7 سنين ولا 8 سنين لا كنا ديك الساعه بدات نصوم نهار ولا نصوم يومين ولا فهم من بعد حتى تكنا الواحد كيبلغ عاد كيولي عليه ديك الساعه بسيف عليه بسيف عليه وكنا ندربو من كنا صغار بعدا تصوم شي مقطره نص نهار شي مقطره هكا وماشي واش نقطة تكون تقول لهم اودي راني صمت وما تكون صمت؟ لا لا كنا حنا نتعاندوا في المزاد إلا صمت كتفرح ماشي بحال اليوم دوك الدراري برا كتلقى يقول لك راني صمت ولكن لا 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 سوا ملي كان بنادم ما يعرفش غير بزول الله ديك الساعة كيقول ما عارفش يعني أنا الصيام نيش أيوه ولكن كي كبرت شوية صافي كتعرف بلي ما خصكش تاكل ما خصكش تشرب ما خصكش أيوه واخا ما كنتش هذاك الوقت ما كنتش تمشي للجامع لا والوالدين كانوا يمشيو للجامع هذاك الوقت لا واش من الناس زعما اللي كانوا يمشيو للجامع في هذاك الوقت كان الناس قلال اللي كيمشيو للجامع مثلا الناس قلال اليوم الحمد لله يتكنا المساجد كتعمر الشباب بكري لا لا في المغرب لا هنايا لا انا اقصد انا نهضرك على المغرب ايه هنايا يتكنا هنا في الاول كانت الجاليه ما كانوش بزاف ولكن الناس كانت تمشي للمسجد كان عمر المسجد كان يعني دركي ولا كان يمشي واحد مثلا صغير مثلا يمشي للجامع كي كانت تجي للناس في المغرب ولا هنا ولا في المغرب في المغرب عيت كنا دري صغير مشى للجامع راك عارف عيت كنا حنا كبرنا في واحد القريه ماشي ناس واعيين بزاف ماشي فهمت هي كان الناس اكثريه اميين هي يا بابا avevo i tu كل خطره نوريك واحد التصويره ونشوف واش الاول اللي الفكره ديالك اللي كطيح لك ملي تشوف هاد التصويره هاي التصويره الاولى شتا هي الاولى اللي كتجيك في الراس دوك ملي كتشوف هادي اش كنشوف فكر في بيلا مسكين اخ عاقل على التصوير هادي عاقل عليها عاقل اللي صورني هولندي مسلم وفين هاد التصويره هادي الصور في الجامع ملي كنا عند الجامع غادي تفتح تبنى شحال كان هنا زعما عندهم العام؟ بلال هنا يمكن كانت عنده شي 5 سنين انا 6 سنين شي 6 سنين هكاك زينة الصورة؟ هذي يعني احسن تصويرة في حياتي هذي؟ ولا زعما ما عندو بس
عرفتي خايتو؟ ها؟ بخير؟ تمزيان؟ واحد الوقت اللي كنت في المغرب، يعني تمامني درت 14 عام بديت تصوم وبالفرحة وتعقلها كانت تلعبوا مع الدراري وتلعبوا هكا جماع قبل ما يجي يدير الفطور. قبل المغرب كل شيء الدراري نتاع الدربي كان هذيك الجهة كل شيء يطلع يخرج برا الزنقه. كانت كنا احنا ديك الزنقه فين كنا ساكنين كانت فيها شي 30 دار. ايه وخصنا نخرجوا. كان واحد الجامع في العيون، كنا جامع واحد اللي كان في المدينه، وباش كان الاذان كيشعل الضوء في الصومعه، كنشوفوا الضوء شعل في الصومعه صافي راه المغرب، وما ندخلوا للديور حتى تطفي الصومعه صافي راه ودل المغرب، ونمشيو نجريو لديورنا نقولوا لوالدينا راه المغرب وصل. وما عرف جاش شكون اللي كان يفيق، لحقاش ما كانتوش عندكم الساعه وقيلا. حنا ما كانتش عندنا الساعه، ولكن جيراننا كانت عندهم الساعه. كي كيفيقوا مع السحور كيضربوا بواحد الحجره في الحيط كيقرقبوا بحال هكا يفيقون. بحال كيما كنقول لك عدي رمضان بكري. كاينه شي تصويره اللي كل خطره تكون عندك في الراس؟ التصويره اللي عندي في الراس ديك الجلسه هذيك، وكيفاش مجموعين وكيفاش مستمعين. مستمعين هذيك، ومنين كنمشيو نستناو المغرب ونجيو نجريو بديك الفرحه وندخلوا للدار والرواج كنا صواريت كنا الرواج، وهذه راك عارف مع الوالدين مع ملي كان هكا ملي كنت هكا صغير وتشوف الدار يعني، وكانوا يحطوا الفطور، واش كانوا يحطوا في الطابله؟ حنا الطابله ديالنا كانت في الشكل الحريره والقهوه والخبز. الحريره
والقهوة والخبز والخبز صافي صافي. ما كانش بحالكم ما كانش عندكم فلوس بزاف باش لا ما كانش باش غادي تدير الماكلة بحال اليوم تسوق لكن الأكثرية نتاع الناس هذا هو كان الفطور ديالهم. حتى الجيران كانوا بحال هكا؟ حتى الجيران حنا فين كنا ساكنين كنا ناس فقراء هذا هو الحريرة والخبز والقهوة ولا أتاي صافي. وما كنتش تزقي ودير خصنا الماكلة أكثر ولا واش هذا الشيء أكثر؟ حنا ديك الحريرة كانت عندنا الفشطة الحريرة كانت شي حاجة عندنا. أيه. وكسميتو وإلا شي مقطعات مثلا أكثر من الحريرة واش هذاك الساعة كنتو تحطو؟ بحال نقولو مثلا يجي شي واحد شي ضيف ولا شي. فين الضيف؟ يلا نكفيو راسنا. فاش ما شحال كنتو لكم؟ حنا كنا ذاك الوقت ملي كنت انا صغير كنا خمسة بينا ملي كنت انا صغير كانت عندي 7 سنين 8 سنين امها كانت تزادو عندها التوام ملي تزادو عندها التوام هي كتخدم مثلا في الدار غير في الدار كدير شي حاجه باش كتعاون وفوق الفطور الدر مع ذاك الدراري كيبكيو ما كيخليهمش يفطروا بحال انا كنخرج واحد نخرج للشارع مثلا تما كون هز واحد في ظهري وكان بقى تما حتى يفطرهم ما عاد كنمشي انا. هز انت يا اخوك فوق الظهر؟ فوق ظهري ونبقى برا غير بوحدي كنا الدراري كلشي راهم دخلوا ديارهم كلشي نبقى تما كنايا كنستنى حتى يفطروا كنمشي انايا. كنت تحس راسك هذيك الساعه؟ دري ما عندك ما غادي دير داك الشيء اللي قالوا لك ديرو كديرو صافي. سبحان الله. وتولي ساعات ولا جوج سوايع؟ تولي ساعة هكا نقول ساعة صافي حقاش الحريرة والقهوة ديال الآخر ماشي نص ساعة ساعة كل ربع كاع. ملي توليو يخليو لك حقك ولا؟ لازم غادي يخليو لي حقك. وراك تشوف هاد التصويرة دروك هكا؟ كنشوفها بحال اللي درك راني واقف ذاك اللي كنت فين كنا واقف. سبحان ومع الفجر كنتوا تفيقوا باش تاكلوا شي لا هما غير الوالد والوالده اللي كانوا يفيقوا ولا اللي كبروا كنا يصوموا اللي بالصيف عليهم لا اللي خصو يصوم بصح الدراري حنا بعدا في الدار ديالنا لا ما كيقول لك لا ما خصكش تفيق مع السحور دونك كيفيقونا وما نفيقوش العكس حنايا في الناس كان الا فقت وسحرت معاهم كتبقى فرحان وكتقول هاد الدراري انا سحرت اليوم انا شي حاجه وهذيك الساعه كنتوا في بيت وحده ولا كان بيت ثلاثه وحدة. بيوت ولا بيت وحده كلشي في بيت وحده شي في بيت وحده وما تشمش الريحه ديال الماكله ولا هذا السؤال انا ما كنتشمش طيب سوى إلا سمعت شي حاجة سمعت قرقي ولا وإلا فقط تقول له ما ودي أعطيني شوية ولا ما تزعمش لا مخليها لك حقك ألا ديك الساعة ما يكونوا يفطرهم لا وخا تفيق يقول لك العز صار خصك تفيق صار خصك تفيق سبحان وتعقل العام التالي قبل ما جيت لهولندا نيسون العام التالي اللي جيت انا في 85 صمت كنا في ساكنه في العيون غير صمنا عيدنا جيت انا وهذيك الجلسه ام الله يرحمها جلسه في الوسط هكا وصلنا وحنا متضايرين با الله يرحمه
خوتي كلهم الله يرحمهم مرت خويا وما قاعده في الوسط ديالنا وهي اللي كتكوماندي يعني هي اللي كتسير كل شيء هي اللي كانت مرت خويا واختي هما اللي كان الوالده ديالي الله يرحمها ملي كبرنا حنا قول من 79 مع مرو طيبات ولا خدمت شي حاجه ولا دائما جالسه ومرقيه وجالسه ولكن دائما هي كانت تعرف كيفاش تمشي الامور. قال اول رمضان نسمت هنايا اول رمضان صمت هنايا كان في الصيف جيت وكان نهار طويل لقاش شنو شهر هذيك الساعه كان رمضان ملي جيت رمضان ملي جيت هنايا الاخر شهر سبعه كان لا شهر سبعه كان حتى ال 10 ولا 11 ال 10 ال 10 ال 10 ال 10 ال 10 وانا كنت نخدم عند الفلاح وكان مشي نخدمو في الكاست يعني والحمام وكان خرجوا بكري الساعة كي كان خرجوا بكري كان ندخلوا بكري ونخرجوا بكري واش من ساعة كنت بدي يعني الفلاح؟ الفلاح ذاك الأول كنت نبدي الستة نتاع الصباح الوحدة ولا كان سالي ديال في النهار؟ وهذاك كي تكمل النهار كي من الوحده حتى تجي للدرع الثاني كتتوضا كتمشي للجامع كنت نمشي بزاف للجامع العصر المهم الوقت في الجامع كنت كل وقيته الا ممكن تكون تمشي للجامع كل ما عندي ما ندير خصني نمشي للجامع بصح حتى واحد ما كان يقول لك ديرها بالسيف عليك ولا قبل ما جيت هنا لهولندا حتى واحد ما كان يقول لك ديرها واحد بالسيف لا لا انا الاول راسي حتى شي واحد ما قال لي صلي ولا حتى والدي ولا ما قال لي راسي حتى لقيت راسي كنصلي بلا ما نعرف صلي. بلا ما نعرف بديت نصلي بلا ما نعرف سبحان الله ما نعرف لا قرا ولا بديت نصلي غير هكا بحال اللي كان جاب الله شي جي واحد السيد جارنا ما ننساهش مسكين بقى كيعلمني وشي ناس عاوتاني هذا يوريك هذا يوريك والحمد لله الحمد لله ملي بديت مريض ملي بديت الحمد لله مريض الحمد لله هاي التصويره جاوجه هذه قدامها 40 سترات في لايدا كان كرمس وديت كنايا لعبت شويه تما في كرمس وهذو كان دوك كيجيو يصوروا ماشي بحال اليوم اللي كنا الواحد عنده يصور راسو ولا ذاك الوقت لا كان كيكون شي مصور هكا كي في كرمس ولا هكا كيصور الناس وانت خلصتو باش يدير هاد التصويره وكنت لابس مليح كنت كلبس مزيان وكانت عندي لاطاي تاع الكسوه يعني حاجه كنت مبليض ما كنتش رقيق بزاف كنت الحاجه كيما اللي كنلبسها كتجي معايا حتى ديك الجاكيطه راني عاقل بشحال شريتها ومنين شريتها بشحال شريت هاد الجاكيطه؟ شريتها 110 الخلد بزاف بالنسبه لهذاك الوقت بزاف بالنسبه لهذاك الوقت 110 الخلد وشريتها من بابر بيك زورت مريض وذاك السروال مشيتو هنا في هولندا هذاك السروال النهار اللي مسترا جديد بصح لو كان كنت ساكن المغرب ما تقدرش تحط 110 خلدة على حسب الاستطاعة ديالك على حسب تكنا 110 بالنسبة للمغرب تكنا غالية ولكن اللي كان عنده ما كيلبس مزيان والكسوة ديالي السوا ديالك تلبس النقي انايا ملي كنت صغير دائما تلبس النقي دائما ما حتى انت تكبر وانت كتلبس النقي وانت شابو هنا الا جيت تشوفها يا ربك الشعر في واش من عمالي؟ هذه نقول لك في 88 89 89 88
وكسميتو منين جيت هنايا لهولندا وملي كنتو تجتمعوا باش ديروا لندن غير حنا بيناتنا ولا كان حتى يجوا فاميليا كاي لا كنا نمشي ولا مره في السيمانه مشينا ضياف ولا شي حاجه دائما بوحدنا يعني. ولقيت الفرق انت منين جيت من المغرب وهنايا وحتى انت درت ولادك وبقينا نفطروا جميع كان الفرق بزاف ولا في ناحيه ملي كنكونوا هكا جميع يعني فاميلي وتقاليد داك الوقت اللي كنت في المغرب كنت مع الخوت فرحانين مع الوالدين الله يرحمهم مجموعين كانت واحد الحياه مزيانه هي ومنين جيت هنايا عاوتاني في الاول شويه صعيبه ولكن في التالي الحمد لله منين تزدتوا نتوما وكبرتوا عاوتاني ولات درك عاد كنحس بديك الفرحه اللي كانوا يحسوا بها والديا يعني دوك انت عاد درك عارف يعني كي كانوا يحسوا هما في هذيك كانوا يحسوا دابا حتى انا هنايا درك ملي كنتجتمعوا عندي ونكونوا هكا نفطروا ولا شي حاجه ونضحكوا ولا اخر كانت هذاك هو هذيك هي الحياه يعني هذيك هي اي اب كي يتمنى تكون عنده ديك الفرحه مع ولاده يعني في طول حياتك انت تستنى باش توصل هذيك اي تستناو ملي تكون مجموعين هكا كتكون متع نتايا كتكون واحد الشيء عجيب ولكن الاولاد ما كيحسوش بداك الشيء يعني لا حتى يكبروا يقولوا لو كان درت هكا ولو كان كنت ريحت وي ديك الساعه يحس كيقول له راه والديا حتى هما كانوا اي و الماكله كنتو تكثروا منين كيما درو دوك كتشوف كل واحد كيدير في الواتساب كل واحد كيدير في انستغرام في فيسبوك غير كنكثروا في الماكله وما كناكلو والو حتى ذاك الوقت كانت نكثروا الماكله وكان بنادم كان صحيح وصغير كياكل ولكن حتى ذاك الوقت كانت الناس تكثر غير واش هو ما كانش هذا بحال هذا الشيء نتاع الالكترون كل يوم توريها واش كليناها ولا مسوي لها شي حاجه في الاشهار في التلفزيون حتى شوميشا ما كانش هذيك الوقت لا ما كان لا شوميشا لا ولا برقاش كانوا الكتب يعني اللي يبغوا يتعلموا يطيبوا كانوا الكتب شي الاخر ولكن ماشي بحال اليوم ماشي بحال اليوم واليوم الامور تطورت ما بقيت تعرف انت لا ماكله مغربيه ولا كل شيء اللي يفهم شي حاجه كيدير Deze maand laat Michiel Elia jou weer heerlijk genieten van dadelkoekjes, chocoladedadels en ezra-dadels. Nu ook verkrijgbaar bij jouw Albert Heijn of via www.michielelia.nl. Goedendag. Dat is mijn lopende moeder. Dat is mijn moeder. وكتشوف دونك حتى الناس كتمشي مثلا في رمضان كتمشي للريستوران مع ولادها ولا كيجتمعوا كيمشيو للريستوران كيفطروا تما بالنسبه لك هذيك فكره مليحه ولا كتجيك انت شويه لا هذيك انا بالنسبه ليا ما فكره ماشي مزيانه على زعما خصو دار ويحس برمضان ما دابا كدي ولادك صغار في الريستوران وهذه ملي غادي يكبروا هما واش غادي يبقاو يفطروا لك في الدار ولا هذه انا كنشوفها كاش بحال الفطور نتاع الدار خصك في الحقيقه في رمضان سيرتو في رمضان خص واحد يجتمع خص تجتمع وتفطر وتكنا تكونوا بيناتكم تمشيو للجامع دابا الا مشيت للريستوران انت في راه الجامع في راه التراويح في راه رمضان راه ماشي نتاع الماكله ولا نتاع حدا حنا هذا الشيء اللي كنديرو غلط يعني كنكثروا في هذه المواكل وهذا لا ماشي هي رمضان نتاع الصيام ونتاع العباده ماشي نتاع كثرت الماكله وكثرت ولكن احنا مجنبين شويه على
دوك حنا كنكونوا هكا مجتمعين وكل شيء، بصح شي مرات بلا ما كيكونش معانا كتشك قاصحه ولا كتقول لك راه الحمد لله بلي راه تما و... لا الصراحه حيت كنا انا فرحان له كنا بلي راه مرتاح هو. نعم انا ما كرهتش يعني يكون معانا وحتى، ولكن صعب ليه هو وصعب لينا حنا. نعم خصنا نقولوا الحمد لله. الحمد لله هو صعب ليه هو اكثر. نعم هو راه ما كينعس بالوقت ياكل بالوقت، حنا ما عندناش شي نظام يعني ما غاديش تقدر توفر له داكشي اللي موفر له. عرفت شكون هذا؟ السي ابراهيم. هذا التصوير نقول لك في 86 كانت عندي عاد عام هنا. كانت عندك عام عام اللي ما كانش وراك لابس قمجة زينة. الشعر قاعد حل. شحال كانت عندك انت من عام؟ انا كانت عندي 28. عقل عليها هذي؟ مرنيك ستراتس. هذا في العرس نتاع أخويا، العرس نتاع مامي. لابس الكوستيم هذه أول تصويرة اللي شفتها أنايا اللي مراكش عليها. إيه صافي هذه هي آخر هذه هي غير من مور هذا الشيء عامين صافي مليح، بصح حتى الحين ما كانتش عندي هكا بحال هكا. وفي التالي وقع هكاك كنت خايف لما ما تمثلش اللحية. ياك صافي الحمد لله. دوك ملي قبل ما كيبدا رمضان كيكون عندك شي هدف اللي بغيت توصلو في رمضان؟ بحال شي واحد كيقول له انا ما بغيتش بغيت كل فجر نفيق، شي واحد عاوتاني كيقول بغيت انايا نعاون المحسنين، كيكون انت كيكون عندك شي فكره ملي كيبدا رمضان؟ عادي كنا راه هكا كيوصل رمضان راني عارف بلي رمضان جاي، ولكن راه داك الشيء اللي كتصدقو راه دائما واللي كتمشي للجامع راه دائما يعني انت تقريبا ما كاينش الفرق ما بين رمضان وما لا، بحال هذيك مثلا واحد كيكون يكمي كيقول انا في هذا رمضان خصني نقطع الدخان، واحد كيكون ما يصليش كيقول في هذا رمضان خصني نصلي، لكن الحمد لله هذه المسائل ما فياش وراه كنا كتجيني نورمال يعني. ايه يعني كيما رمضان كيما ماشي رمضان كيما
هي التصويره الواحده اللي لقيتها ديال رمضان. ما ملي كسرت حتى انا راه كنت كبير شويه. هو مصطفى لتحت، مصطفى زلابية، زلابية هنايا، حريرة في المرميطة. وفول مالك دائما. فول مالك ماشي هو فول مالك، فول مالك دائما. ويبان لي اوبرت هاين راه ماشي اوبرت هاين. اوبرت هاين يعني كنا لاباس علينا. الحمد لله ملي المهم انا بديت نخدم الحمد لله ما عمرو حسيت ب الحمد لله. دائما الحمد لله. وما كتعرف دير الحريرة؟ الحريرة ديالها ما كاينش، ما كاينش بحالها. الحريرة عندها الطعام، عندها المرقة، زعما الحمد لله. الحمد لله. ودروك إلى مثلا بحال تخي دروك غادي تنعس وتفيق، زعما فيش من عام بغيت تفيق نتايا مثلا غير النهار تفوت واحد النهار ديال رمضان ملي كنت مع الوالدين تولي لهذاك الوقت. لكن هي من المستحيل. مستحيل ولكن كان هذاك الخوت كنا كنبغيو بعضياتنا كان فهمت الشيء كان وقت زين. كان وقت زين كنا واخا كان بنادم ماشي بحال اليوم الحمد لله زعما من ناحيه المادة من ناحيه المعيشة من ناحيه كل شيء مزيان اليوم، ولكن ذاك الحنان وذاك عاوتاني ذاك الوقت ما كانوش الفلوس ولكن كانت الحنان. كان ايوه كانت الحنان، كانت الحنان. شكون اللي راه محلاها؟ ابراهيم ومصطفى. هاد العام انا عاد نعقل عليه. تعقل عليه؟ سبحان الله. كان ياكل ويخلي اللحم. احنا كنا نموت على اللحم. ويعيط لنا ويعطينا شويه اللحم. كان كاع مع ولاد خوتي هكاك. كلتهم. كاع كيحبوه وكاع كيحبوه. وحتى معتن الله يرحمها كل شيء كيحبوه الان كيتفكروا سداري والله يرحمه كان محبوب عند الناس كان ما عندوش ما بحالوش يعني ولكن كان محبوب عند الناس كل شيء تحبه ما عمرو تسمع شي واحد يقول لك راني قال لي شي حاجه ولا دارت معايا ولا دائما الناس كان مليح مع الناس كان مليح والخدمه كان يخدم بالمعقول الخدمه كان يخدم اكثر من كان اكثر من خدمته كان هو كان يخدم تماما تاع الصح ليش وكان يخدم في المدينه ويخدم في العربيه ويعرفوه الناس اللي في المدينه واللي في العربيه بلا راجل معقول راجل معقول وراجل يخدم وفوقاش ما قلت له روح ما يقولش لا
كانت ما عندوش الساعة في يده ولا في الدار. داك اللي غادي يعيط له باش يخدم يقول له غدا مثلا غادي تجي ثلاثة نتاع اللي يكون عندي. هضرة. ولكن يعني هكا إلا جيت تشوف يعني ما تمتعتش منه. يعني نهار اللي كبرت شويه باش انت تريح مع باكو تهضروا كل شيء جيت انت لهولندا. واه جينا ولكن الحمد لله يعني كانت علاقه مزيانه دائما نستنط له دائما يعني كانت ما نجمش يقول لي شي حاجه وتقول شو ما يمكنش ماشي كيما حنا دروك كان واحد الاحترام يعني واحد بزاف كاع ماشي غير كاع ذاك الجيل ديالنا كان هكا الوالدين كان راه الجار ديالكم ما تقدرش دير شي حاجه منه. مشيت سوق الغزل باب سيدي عبد الوهاب واش لابسه البيض وتعرف النقاوة وتعرف فين تقعد وتعرف كيفاش تهضر وتعرف شفت انت الكوستيم تفوت 10 سنين من موته ولا 15 دائما كتبقى قاسح ايه ولا درت شي غلط كيف الان كتفكر وكتندم على كذا هذا الميساج الدراري ديال الظهر اللي عنده عند الوالدين اللي عنده الوالدين يتمتع بهم يعني فهمت اللي عنده والديه يتمتع بهم راه ما حد والديك في الحياة انت راك ملك ما كانش اللي يحبك الخير قد والديك ما كانش ما خير يحب لك ولكن ماشي بحال والديك بحال والديك غير والديك اللي كيبغيو والديك دائما يحبوك تكون احسن منهم لو كان انت في البيت يجي يقول لي خوك احسن منك بحال ما لا ولكن الا قال لي ولدك احسن منك كان فرح انا يا انا فرح تاع الصورة عجبتني هذا كان بعدها مريض كان كبير ماشي الساعة كان عاد شوية ولكن كان كبير هذا في آخر العمر ديالي يعني
انا كانت عنده شي يمكن نقول لك شي 70 عام ولا بالنسبه لدرك بس صغير الا شي واحد قال لك ودي 70 عام كتشوف واحد صغير كتشوف واحد صغير والله انا كانت عندي ديك جواز كان طويل تبارك الله واه كان طويل كان معروف بالطول يعني ياك واه طويل هو علاش الحسين راه في الطوله ديالو حسين وميمون حسين هذا جاو في الطوله ديالو وكتشبه له في الكاركتر في الخدمه في الخدمه تشبه له لحقاش ليك دروك الخدمه اللي كديرها انت انا مازال ما قد لها وحتى في المشي دركي كنشبه البوا في المشي ياك كنحس ليها كنشبه له بزاف في المشي وحتى في التعامل مع الناس الحمد لله اوكي زعما دركي كيشوفوا دركي الناس المسلمين وكيتفرجوا الناس اللي ماشي مسلمين الا دوك بغيت تقول لهم شي حاجه واش زعما بغيت تقول لهم من ناحيه رمضان مش غادي نقول لك بغيت كنا نوصل المسلمين ولا نوصل تقدر توصل المسلمين واللي ماشي مسلمين تولي اللي ماشي مسلمين المسلمين ما حدهم الا التزموا وعرفوا ما بينهم وبين الله راه الاخرين غادي يحبوهم بصح الا المسلمين داكشي اللي في الاسلام كيتبقوش ولا كيبينوا غير الصوره ولا هذه عاتنا راه ماشي مزيان المسلم الواحد المسلم خصو يكون في واحد الصوره يعني اللي مزيانه ايوا نطلبوا ربي يهدينا امين امين ربي امين ايوا نشكرك على هذا الاستجواب لا شكرا على الوشيف يعني راه الحمد لله الا كتشوف دروك دروك قليل اللي كيلقى هكا الفرصه باش يريح مع باه ولا مع مو يدير مع الاستجواب وكيجيب هاد المواضيع هذو يعني راه الحمد لله ملي لقينا الوقت الحمد لله باش نريحو باش ندير هاد الاستجواب ايوا غتال بالفرصه ان شاء الله وان شاء الله باذن الله الا لقينا في الحياه نمشيو للمغرب ندير تما واحد دوكمنت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله يرضى عليك امين ويرضى على خوتك امين ويرضى على كل الناس امين امين شربوا ربي يثبتنا امين امين ارزقنا الثبات امين شكرا الله سبحانه وتعالى شوف Mm-hmm.